السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنت بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كان متقدم لي عريس وهو فيه مواصفات، فأنا مش عارفة يعني أقبل ولا ما أقبلش. هو أول حاجة دلوقتي بيصلي، بس صلاة الفجر يعني مش بيصليها علشان بيرجع متأخر من الشغل. وتاني حاجة قال لي يتركها تماما يعني، ولا يصليها بعد الشمس ولا ايه؟ بيصلي يعني الساعة 7، ايه وايه ثاني؟ وقال لي بيشرب سجاير بس هو عايز يبطل يعني. ايه بس وسألته على الأغاني وكده، قال لي بسمع أغاني بس بسيط يعني. وقلت له طيب بتسلم على ستات وكده في العيلة؟ قال لي بسلم بإيدي. وقال هو لي إن يبقى هو كان النظر يعني إليك أنت، أنت ما بياخد أنت. أحكام تجويد بس في ثانوي عفوا كلية. عفوا، أيوه أنت ما أنت، يعني أنت شخصية مستقيمة دينة. أنا يا شيخ دلوقتي لابسة نقاب وسبت شغلي وسبت دراستي ومتفرغة للعلم الشرعي، هذا لا يناسبك يا أختي، حتى لو هو عايز يتغير يا شيخ. غيرك جنبه. أنت هل تضمني القلوب؟ أنت لا تضمني القلوب. ذكروا في ترجمة عمران بن حطان الخارجي البغيض الذي يثني على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، فيقول في ثنائه الباطل الكذاب: يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. قل أحسن واحد في الخلق كلهم يوم القيامة وأثقلهم موازين قاتل علي. يقولون في هذا الرجل عمران بن حطان هذا كان في أول أمره شبه مستقيم على نهج أهل السنة، فتزوج ببنت عم له من الخوارج كي يهديها، وكانت وسيمة هدته إلى طريق الضلال. فلا نأمن، والله يا أختي لا نأمن على أنفسنا. السلام عليكم.